نشرة أخبار الثانية والربع من صوت لبنان مع تحيات ألان صغيب عيسى السكفوري والمخرج رودريغ نمنم. العناوين: في ذكرى عملية فجر الجرود سامي الجميل يحيي الجيش رمز السيادة. الحرير استبق زيارته قصر بعبدة بلقاء مع جعجع والقوات ترفض عرضا بثلاث حقائب. فينيانوس يؤكد استعداده للمثول أمام القضاء في ملف المطار. انتبه، هيدي حملة ضدك كرمال ما بدن يعطوا طيار المردة أو التقتل الوطني أي حقيبة جديدة أو حقيبة وازنة أو شيء. في اليوم العالمي للمفقودين قضية الأسرى اللبنانيين تنزف ألما منذ سنوات. قوات النظام السوري تستعد لهجوم على مراحل في إدلب. كن الأول في معرفة ما يجري عبر تويتر صوت لبنان. الخبر السريع عبر صوت لبنان من خلال تويتر عبر الأجهزة الذكية. داونلود تويتر أبليكيشن ثم فولو صوت لبنان وضع نوتيفيكيشن أون. صوت لبنان أول من يعلم، وعبر تويتر كمان. Follow us on Twitter. تويتر at صوت لبنان. هدأ رئيس الجمهورية ميشيل عون المشهد فيما خص تأليف الحكومة، وبعدما أكد أن رئيس الحكومة المكلف هو المسؤول عن التشكيل متجاهلا المطالعة التي وضعها الوزير سليم جريصاتي، نقل عن الرئيس عون أن فترة الخمسة أو ستة أشهر للتأليف قد تكون كافية، بما يفسر تراجعا عن مهلة الأول من أيلول. هذه الأجواء تمهد للزيارة التي سيقوم بها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في خلال يومين لقصر بعبدة حاملا تشكيلة حكومية. وقد استبق الحريري هذه الزيارة بلقاء مساء أمس مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في وقت أكدت القوات أنها لن تقبل بالعرض القائم على إعطائها ثلاث وزارات أساسية بينها وزارة التربية. وفيما أكد حزب الله وحركة أمل تمسكهما بالأشغال للمردة، عقد الوزير يوسف فينيانوس مؤتمرا صحفيا اليوم اعتبر فيه أن الحملة عليه في ملف المطار تصوب في الأساس على حقيبة الأشغال. وفيما الحكومة تتأخر، لمح رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس بأنه قد يلجأ إلى التشريع إذا طال أمد التشكيل، فيما انعقدت اللجان المشتركة اليوم لبحث عدد من القوانين. في هذا الوقت تحل اليوم ذكرى معركة فجر الجرود، وللمناسبة أطلق حزب الكتائب هاشتاغ الجيش فجر السيادة، وقد وجه رئيس الحزب النائب سامي الجميل تحية إلى الجيش رمز سيادة لبنان. ففي ذكرى عملية فجر الجرود نشر رئيس الكتائب عبر صفحته على تويتر صورة ترمز المؤسسة العسكرية وإرفقها بالتعليق الآتي: بعد مرور سنة على عملية فجر الجرود تحية للجيش اللبناني رمز سيادة لبنان، وختم تغريدته بهاشتاغ الجيش فجر السيادة. في ملف تشكيل الحكومة الآن، أكد أمين سر تكتل الجمهورية القوية النائب السابق فادي كرم رفض القوات آخر الحلول المقترحة لجهة حصولها على ثلاث وزارات أساسية بينها وزارة التربية، وأكد التمسك بأربع وزارات كحد أدنى، وقال لصوت لبنان: بالطبع غير مقبول أبدا هذا الطرح. طروحات اللي طرحناها كقوات لبنانية هي كانت خمس وزارات، وهذا حقنا التمثيلي، ولكن سابق عندما طرح علينا الرئيس الحريري فتح مجال للمفاوضة مع الطرف الآخر بالموضوع، فطرح أربع وزارات، كنا عم نقبل أربع وزارات شرط أنه يكون في بيناتها وزارة سيادية. نزول تحت هذا السقف غير مقبول بالنسبة للقوات اللبنانية. برأيك هل سيحمل الرئيس الحريري أي مشروع حكومي خلال اليومين المقبلين كما قال البطرك الراعي نقلا عن الرئيس عون؟ ما بعتقد أنه أصبحت جاهزة أنه تنطرح. الملف الحكومي
كان محور بحث بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم رياشي، الذي أطلع رئيس المجلس على نتائج لقاء بيت الوسط أمس. النائب الوليد سكرية أعلن اليوم باسم لقاء نواب السنة المستقلين رفضهم احتكار التمثيل السني من قبل تيار المستقبل. كان تيار المستقبل يعتبر أنه الممثل الوحيد للطائفة السنية ولا أحد غيره يمثلها. الآن هنالك 10 نواب من خارج تيار المستقبل نالوا 40% من أصوات الطائفة السنية وليس من أصوات الغير سنة، ولهم الحق بالتمثيل، وتيار المستقبل ليس له الحق أن يحتكر تمثيل الطائفة السنية. فنحن نؤكد على هذا الموقف ونؤكد على حق هؤلاء النواب بالتمثيل في الحكومة وتمثيلا للقادة الشعبية التي انتخبته. وفي ترابط مع الأزمة الحكومية، وزير الأشغال يوسف فنيانوس أعلن أنه لا يتحمل المسؤولية في زحمة المطار، مشيرا إلى أن الحملة عليه هدفها التصويب على حقيبة وزارة الأشغال في الحكومة العتيدة. كل التفاصيل مع مجدولين عيد. بعد مرور شهر الأزمة والذروة في مطار رفيق الحريري الدولي، خرج وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس عن صمته، وفي ضوء ما أثير عن وضع المطار الكارثي وطلب وزير العدل تحريك الدعوة العامة في صفقات مشبوهة، تساءل فنيانوس في مؤتمر صحفي عما إذا كان ما يحصل استهداف للحزب الذي يمثله. أنا لحديت هلأ بصراحة وبتهذيب، لحديت هلأ أنا التزمت الصمت والأدب حيال هذه الحملة. أنا يعني بهدوء أعصاب وبحسن نية عم بقولكم وعم بقول أنا مسؤول قدام الشعب اللبناني قدام الزحمة اللي صار فيها بالمطار. إذا بكتشف أو للحظة بالرغم من أنه في ناس عم بيوشوا لي عدانتي وما يقولوا لي انتبه هيدي حملة ضدك كرمال ما بدن يعطوا طيار المردي أو التكتل الوطني أي حقيبة جديدة أو حقيبة وازنة أو شيء، لما بيصير الموضوع هيك لا لنا كلام آخر. فنيانوس أكد عدم مسؤوليته المديرية العامة للطيران المدني عما جرى في المطار، مبديا استعداده للمصول أمام القضاء، معلنا أنه رفض توقيع الاتفاق بالتراضي مع أي شركة. بدخل المطار 300 مليون دولار بالسنة، 300 مليون دولار منا قادرين نقطع منه على مدى 20 سنة، 20 مليون دولار بالسنة مشان نصلح. أنا بحاجة فورا وهلأ على السريع 89 مليون دولار بدون اتفاقة تمشين حل أزمة المطار بالنسبة للازدحام، بدون ما أدخل بمشروع التوسعة اللي بيكلف بحسب دراسات الدار الهندسي بين 800 مليون والمليار. وزير الأشغال اعتذر من المسافرين عبر مطار بيروت نتيجة الازدحام الشديد وأضاف لطالما حذرت من المحظور وقد وصلنا إليه. مجدولين عيد، صوت لبنان. ملف عودة النازحين السوريين بحثه وزير الخارجية جبران باسيل مع السفير الروسي ألكسندر زاسيبكين، وتحديدا تأسيس لجنة للعودة. وشدد زاسيبكين على ضرورة التواصل اللبناني السوري لعودة النازحين، وتمنى الحصول على تأييد الأمريكيين في هذا الملف. وكان باسيل قد التقى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وعرض معه المبادرة الروسية. في اليوم العالمي للمفقودين، قضية الأسرى والمفقودين اللبنانيين تنزف حزنا وحسرة منذ سنوات طويلة، وقد نفذ أهالي المفقودين اللبنانيين اليوم وقفة في وسط بيروت. لكل أم وكل أخت وكل زوجة وكل ابنة طبعا وأب وأخ وابن، نقول أن لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان تشد على أيديكن وتقف اليوم كما فعلت أبدا متضامنة معكن، وتعدكن أن تبقى كذلك حتى رفع هذا الكابوس عن أرواحنا جميعا. اعتصم الأساتذة المتعاقدون في التعليمين الأساسي والثانوي مطالبين بالتثبيت. التفاصيل في هذا التقرير. إنها ساحة رياض الصلح، الساحة المشتركة لمختلف القطاعات للتعبير عن مطالبهم وحقوقهم على الصوت يصل. الدور اليوم كان للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي في اعتصام مشترك، والمطلب الأوحد التثبيت.
متعاقدو الأساسي رفضوا المباراة المفتوحة والمحصورة. نحن 15,000 متعاقد كأساسي ضمننا اليوم مع الثانوي لننزل سوا نقول للجنة التربية انتو قررتوا توحدونا فرق تسد. نحن اليوم كلنا متوجين هون ايد واحدة لحتى نقول نحن حقنا التثبيت، بدنا مشروع قانون عادل يدخل كل الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي على مراحل. نحن منرفض أي مشروع مباراة مفتوحة ومحصورة لأنه هيدي غلطتكم، انتو 13 سنة ما عملتوا أي مباراة لحتى يفوت المتعاقد على الدولة، ما ذنبه إذا قطع السن القانوني. الاتحاد العمالي العام المتضامن مع المعلمين حذر على لسان رئيسه بشارة الأسمر من انفجار اجتماعي، معتبرا أن حق المتعاقدين في التثبيت حق مطلق. مفترض أنه يكون في جلسة حوار تأسس لإعطاء الحقوق، مفروض يكون في وزارة بالقريب العاجل تعالج أمور هالشعب. كل يوم بعد يوم الوزارة عم تتعوق، لازم ننظر لحقوق الناس، تفاعلوا معنا، اسمعوا حقوق الناس إن بمجلس النواب أو بمجلس الوزراء. رئيس رابطة التعليم الثانوي نزيه جباوي وصف ما يحصل مع الأساتذة بالنكبة. سميناها نكبة البرامج بالتعليم الثانوي، العود فسخت والساعات طارت. اليوم التوجه لوزير التربية لرابطة التعليم الثانوي، الكل لازم يقف إلى جانب المتعاقد، هذا المتعاقد ممنوع يطلع برا. هيدي صارت عندكم بملعبكم، ويجبكم أنتوا تلاقوا الحل والمخرج قبل بداية العام الدراسي. إذن الكرة في ملعب المسؤولين لإيجاد حل قبل العام الدراسي، فهل يهدد الإهمال الرسمي السنة الدراسية؟ وناقشت اللجان النيابية المشتركة المنعقدة في مجلس النواب عددا من القوانين، كل التفاصيل مع مروان الأدو. أقرت اللجان المشتركة اليوم مشروع قانون المعلومات الإلكترونية وفق الصيغة التي طرحتها اللجنة النيابية المصغرة. هذا ما أكده نائب رئيس مجلس النواب إلي الفرزلي بعد انتهاء الجلسة التي التأمت عند 10:30 من قبل ظهر اليوم، واقتصر النقاش فيها على مواد هذا القانون وبنوده التي أسهب رئيس لجنة التكنولوجيا والمعلومات النائب نديم الجميل في شرحها، معتبرا أن هذا الإنجاز سوف ينقل لبنان إلى مرحلة جديدة متطورة في العالم الرقمي على كافة المستويات. الهيئة الناظمة لأسماء المواقع على شبكة الإنترنت كان في نقاش كتير كبير على هيدي النقطة، وجزء من النواب كانوا بدهم شراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام وما تكون هيدي الهيئة مسيطرة عليها نهائيا من قبل الدولة أو القطاع العام، وتكون نوع من شراكة. كنا عم نتوصل إلى نوع من تسوية معينة، ولكن اليوم يلي تصوت عليه أنا اعترضت عليه، ويلي بديت تحفظي بالموضوع هو أنه تشكلت هيئة لإدارة النطاق الخاص بلبنان، يعني كل شيء هي بتدير الدات ألبي ودات لبنان، ومن ثم هيدي الهيئة هي رح تعين الجمعيات يلي بدها تنضم إلى هيدي الهيئة. هيدا أمر أنا برأيي شوي غريب. وعلى مقلب آخر، وعند دخوله إلى جلسة أكد وزير الطاقة سيزار أبو خليل أنه ليس المخول أو المؤهل التمديد أو التجديد لامتياز كهرباء زحلة، كون هذا الموضوع هو من صلاحية مجلس النواب وهو الذي يقرر. من ساحة النجم مروان الدوم، صوت لبنان. استكمالا للطعن الذي تقدم به تكتل الجمهورية القوية بمرسوم التجنيس، عاد التكتل وتقدم مرة أخرى اليوم أمام مجلس شورى الدولة بطلب وقف تنفيذ المرسوم بعدما نمي إليه أن هناك هويات بدأت بالصدور لعدد من الأشخاص الواردة أسماؤهم في المرسوم. النائب جورج آيس تحدث باسم التكتل. هيدا الشيء اللي دفعنا أن نستعجل وأن نلح بطلب وقف التنفيذ، لأنه فعلا ما بدنا الوقت يمر وأن ينفذ واقعيا مرسوم التجنيس وأن يسلم الناس اللي تجنسوا هوياتهم، والطعن لم يبد به بعد. فمن الحري أن يتم وقف تنفيذ المرسوم لحين البت بمراجعتنا. رفض رئيس اتحاد رجال وسيدات الأعمال في العالم فؤاد زمكحول قرار البدء بتطبيق القانون رقم 173 الصادر في العام 2000 والذي تأجل تنفيذه بسبب الانكماش الاقتصادي، ويفرض القانون رسما مقطوعا على المؤسسات والمهن المكلفة. وقال لإذاعتنا:
بظن عوين ما يكون عنده قانون تنفرض عليها ضرائب جديدة بالمقنون يقدر يعطي ضخة سيولة لهالشركات. نحن بنعرف من حسب مرصد الوزارة المالية انه عنا اكتر من 50% من الجباية ما بتوصل على الوزارة، فقبل ما ينزيد 0.01% على كل مواطن او على كل شركة لازم على ليل نزيد 1% جباية. انا خايف انه ما يسمى بالحكومة تصريف الاعمال تكون قبل ما تنتهي عود ما تساعد الشعب تكون عم بتزيد الضرائب، وبنفس الوقت متخوفين انه الحكومة الوحدة الوطنية تكون حكومة وحدة ضرائبية. والآن إلى تغريدة اليوم. شارك السفير البريطاني الجديد إلى لبنان كريس رامبلينغ الذي لم يتسلم مهامه رسمياً بعد على حسابه على موقع تويتر، شارك متابعيه بصورة لقائمة أغاني للسيدة فيروز بينها حبيتك تنسيت النوم وهموم الحب وكيفك أنت. بعد الفاصل المعلم في روسيا. من 1 لـ5 أيلول، من 9 الصبح لـ9 المساء، أجمل هدية بيقدم لكم إياها اتحاد تجار بكفية الكبرى اللي بتشمل بكفية، بحرصاف، ساقية المسك، المحيطي، حسم 50% بجميع محلات الألبسة والأحذية والأكسسوار. من 1 لـ5 أيلول خلي وجهتك بكفية. ناطرينكن. ساعة من العمر في جولة على محطات سياسية دينية وفاقية من عمر لبنان مع القاضي عباس الحلبي. ماذا يذكر من نقاشات السينودوس من أجل لبنان؟ بعض الأحبار انتقدوا كتير المظاهر البرجوازية لدى بعض الأحبار، انتقدوا كتير تصرفات يقوم بها بعضهم. ماذا فعل البابا القديس يوحنا بولس الثاني عند حلول موعد الصلاة لدى المسلمين؟ أوقف الاجتماعات الساعة 12 وقال نحن ندعو لإخواننا المسلمين اللي رايحين يصلوا أن تكون صلاتهم مقبولة، وكلام لطيف. وقف الاجتماعات. ساعة من العمر، إعداد وتقديم شرب المارون، الأحد 9:30 صباحا عبر صوت لبنان. فيما لم تتظهر معالم التسوية السياسية في إدلب، قال مصدر مقرب من النظام السوري إن القوات النظامية تستعد لهجوم على مراحل يشمل في البداية بلدة جسر الشغور وسهل الغاب على الجانب الغربي من أراضي المعارضة، وبلدات اللطامنة وخان شيخون ومعرة النعمان في جنوبها. ومن شأن انتزاع السيطرة على هذه المناطق أن يجعل الأسد أقرب إلى استعادة طريقين سريعين يؤديان من حلب إلى حما واللاذقية، وقد كانا من أهم الطرق في سوريا قبل الحرب. بالتزامن، اتهمت وزارة الخارجية الروسية مسلحي المعارضة السورية بتحضير لعمليات باستخدام أسلحة كيميائية في إدلب لتحميل المسؤولية إلى النظام السوري، وتحدثت عن رصد حركة لمسلحين نقلوا أوعية تحتوي على الكلور إلى مدينة جسر شغور، مشيرة إلى مشاركة نشطة من المخابرات البريطانية، ما قد يشكل ذريعة لتنفيذ واشنطن ولندن وباريس هجمات جوية صاروخية أخرى على البنية التحتية العسكرية والمدنية السورية. إلى ذلك، أعلنت الخارجية الروسية إجراء محادثات في شأن التسوية السلمية في سوريا مع رئيس هيئة التفاوض المعارضة نصر الحريري. وأعلن السفير الروسي لدى واشنطن أنه نقل إلى الإدارة الأمريكية قلق موسكو من المؤشرات إلى استعداد الولايات المتحدة للقيام بضربات عسكرية على سوريا، وحذر من هجوم غير مشروع ولا أساس له على سوريا. وقالت السفارة الروسية إن السفير الروسي لدى واشنطن اجتمع مع مسؤولين أمريكيين بينهم ممثل الولايات المتحدة الخاص بشأن سوريا جيمس جيفري.
المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دوميستورا لفت إلى أن مصير 9.5 مليون نسمة على المحك في إدلب، حيث العدد الأكبر من مقاتلي تنظيمي جبهة النصرة وداعش. وقال من جنيف أن أكثر من 2 مليون نازح يتواجدون في إدلب، ولا يوجد إدلب أخرى لينزح إليها السوريون، مبديا القلق من التصعيد الراهن في سوريا. وأكد أن سوء الحسابات قد يؤدي إلى تصعيد، لافتا إلى أن النظام السوري وجبهة النصرة يمتلكان القدرة على تصنيع غاز الكلور وشن هجمات به. وشدد دوميستورا على وجوب إتاحة مزيد من الوقت لروسيا وإيران وتركيا لمحاولة تجنب حدوث تصعيد عسكري كبير في إدلب. إلى ذلك، يبحث وزير الخارجية السوري وليد المعلم في موسكو إعادة إعمار البنية التحتية وعودة اللاجئين بحسب بيان الخارجية الروسية. أعلنت طهران أن أي نفط لن يمر من المنطقة إلى خارجها إذا منعت إيران من تصدير نفطها عبر مضيق هرمز. وقع نواب إيرانيون عريضة لمساءلة وزير التربية والتعليم محمد بطحائي ووزير الصناعة والمناجم والتجارة على خلفية الإخفاق الاقتصادي والفساد في القطاع التعليمي، وكان البرلمان قد عزل وزيري العمل والمال. ويأتي هذا التصعيد ليزيد الضغوط على رئيس حسن روحاني الذي يواجه بالفعل انتقادات من المحافظين بشأن إدارته لملف الاقتصاد في ظل العقوبات الأمريكية الجديدة. أعلن مصدر عسكري حوثي أن الدفاعات الجوية التابعة لأنصار الله أسقطت طائرة استطلاع سعودية تابعة للتحالف العربي في مدينة جازان السعودية الحدودية مع اليمن. نفذت القوات الجوية الفضائية الروسية تجربة إطلاق ناجحة لصاروخ جديد ضمن منظومة الدفاع الصاروخي من مركز الإطلاق الواقع في كازاخستان. إلى نشرة الأحوال الجوية. الجو غدا غائم جزئيا إلى غائم، وتبقى درجات الحرارة مستقرة ويستمر تكون الضباب على المرتفعات. إذن في ذكرى عملية فجر الجرود، سامي الجميل يحيي الجيش رمز السيادة. الحريري استبق زيارته قصر بعبدة بلقاء مع جعجع، والقوات ترفض عرضا بثلاث حقائب. فينيانوس يؤكد استعداده للمثول أمام القضاء في ملف المطار. انتبه، هيدي حملة ضدك كرمال ما بدن يعطوا تيار المردي أو التكتل الوطني أي حقيبة جديدة أو حقيبة وازنة أو شيء. في اليوم العالمي للمفقودين، قضية الأسرى اللبنانيين تنزف ألما منذ سنوات. قوات النظام السوري تستعد لهجوم على مراحل في إدلب. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة.